النهارده باذن الله احنا هنحضر مع بعض محلول سماد عضوي عالي الفوسفور من مكون طبيعي 100% ورخيص مش غالي. المحلول اللي احنا هنحضره زي ما بنقول عالي في عنصر الفوسفور، لكن في نفس الوقت بيحتوي على عناصر تانية كتير جدا وبكميات كويسة جدا النبات بيحتاجها ودايما بيكون محتاجها عشان يحافظ على نفسه وعشان ينمو بصورة كويسة وبصورة كبيرة. قبل ما نبدأ ان شاء الله في تحضير المحلول مع بعض، بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالضغط على زر الاعجاب. اهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات تعليم زراعة الاسطح مع قناتكم اسرار زراعة الاسطح. المحلول اللي احنا هنحضره النهارده باذن الله هو طريقة تحضيره سهلة جدا، لكن انا هاخد في تحضيره تقريبا نص يوم. المحلول اللي احنا هنحضره النهارده ان شاء الله هو محلول سماد العدس. اي عدس احنا بنستخدمه سواء كان العدس الاصفر او العدس بجبة اللي هو البني، اي عدس فيهم ده بيحتوي على نسبة عالية جدا من الفوسفور. يعني لما نيجي نتكلم ان شاء الله عن محلول سماد العدس اللي احنا هنحضره مع بعض النهاردة باذن الله، هنلاقيه بيحتوي على نسبة عالية من النيتروجين تقريبا بتقدر ب 12%، في نفس الوقت بيحتوي على 28% من الفوسفور، وبيحتوي على 14% من البوتاسيوم، وبيحتوي تقريبا على 8% من الكبريت، وبيحتوي تقريبا على 40% من عنصر المغنيسيوم، وتقريبا على نسبة 9% من عنصر الكالسيوم، وبيحتوي على نسبة تقريبا 36% من عنصر الحديد، علاوة على نسبة عالية جدا تقدر ب 70% تقريبا من عنصر المنجنيز. احنا اتكلمنا قبل كده عن العناصر الغذائية الكبرى والمتوسطة في فيديو العناصر الغذائية الكبرى، هسيبه لحضراتكم دلوقتي في البطاقات، وكمان اتكلمنا عن العناصر الغذائية الصغرى في فيديو اسمه العناصر الغذائية الصغرى، وبرضه هسيبه لحضراتكم دلوقتي في البطاقات. اللي عايز يعرف معلومات اكتر عن العناصر الغذائية اللي احنا ذكرنا اسمها دلوقتي يرجع للفيديوهين دول ويلاقوا فيهم شرح وافي ان شاء الله. علاوة على العناصر الغذائية اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، موجود برضو في محلول سماد العدس مجموعة كبيرة من فيتامينات بي. اتكلمنا احنا عن اهمية فيتامين بي للنبات قبل كده في الفيديو اللي هسيبه لحضراتكم دلوقتي في البطاقات، ممكن برضو ترجعوا له وتعرفوا فوائد فيتامين بي للنبات وممكن نضيفه للنبات ازاي لو ما عملناش محلول سماد العدس. طريقة تحضير محلول سماد العدس سهلة جدا. كل الحكاية ان انا بجيب 50 جرام من العدس وبغليهم في نص لتر من المية، يبقى كل نص لتر مية بغلي فيه 50 جرام من العدس بيطلع لي محلول مركز. ببدأ ان انا اشتغل على المحلول المركز ده زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. نروح مع بعض دلوقتي نحضر المحلول بتاعنا. ده ربع كيلو عدس 250 جرام. زي ما قلنا احنا بنسلق كل 50 جرام من العدس في نص لتر من المية، فاحنا دلوقتي هنسلق الربع كيلو عدس ده في لترين ونص مية، يبقى كل نص لتر مية سلقين فيه 50 جرام من العدس زي ما هنشوف دلوقتي. ده الإناء اللي انا هسلق فيه ودول لترين ونص من المية، وهبدأ ان انا افضي الربع كيلو عدس في لترين ونص مية وهسيبهم يغلوا لمدة ربع ساعة او تلت ساعة لحد ما العدس بتاعي ده يتهري. في خلال الربع ساعة او تلت ساعة دول احنا هنقلبه كل شوية، وطبعا هغطيها عشان احافظ على العناصر الغذائية اللي موجودة في العدس. زي ما احنا شايفين كده بدأ ان هو يغلي معايا، هبدأ اقلبه زي ما قلنا، هديله اول تقليبة وهسيبه يغلي معايا لمدة ربع ساعة او تلت ساعة لحد ما العدس يتهري خالص، بعد كده هنشيله من على النار. كده احنا بقالنا ربع ساعة او تقريبا 17 دقيقة بنغلي في العدس. كده زي ما احنا شايفين هو استوى تماما اهو. خلاص انا هبدأ دلوقتي ان انا افضيه في اي اناء تاني او جردل تاني واسيبه لحد ما يبرد، وبعد كده هاخده واشتغل بيه زي ما هنشوف مع بعض. هفضيه في الجردل ده،
انا فضيت كله كده بالتفل بتاعه، هحط الجردل هسيبه لحد ما يبرد، وزي ما قلنا هنبقى نشتغل بيه مع بعض بعد ما يبرد ان شاء الله. ده المحلول اللي انا غليته امبارح وفضيته في الجردل ده وسيبته لحد ما يبرد. المحلول ده انا تقريبا سايبه يبرد لمدة 10 ساعات بحيث ان هو يبرد كويس وينزل كل العناصر الغذائية الموجودة في العدس في المية اللي انا غليها فيها. يبقى انا بغلي زي ما قلنا لمدة ربع ساعة، وبعد كده بسيبه عشان برضو اي عناصر غذائية موجودة في العدس تنزل في المية. بعد كده اجيبه وهبدأ ان انا اصفيه، طبعا لان انا استخدمه في الرش فلازم اصفيه كويس عشان ما يسدش الرشاشة بتاعتي. فهبدأ ان انا اصفيه بالشكل ده، فهو ماشى ناعمة وتحتها مصفى. هبدأ ان انا اسلك للمية، لان طبعا العدس اللي باقي اللي هو ده سادد القماشة. انا كده صفيت العدس، طلع عندي المية دي، المية دي بدون شوائب وبدون قطع عدس. طبعا العدس اللي طلع عندي ده انا هاخده وهسمد بيه هو شخصيا تسميد ارضي، يعني هحطه تحت النبات. انما انا النهارده هستخدم الشويه دول في رش النباتات بتاعتي زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. دول شويه المحلول المركز اللي طلعوا معايا من الربع كيلو عدس، هبدا ان انا احطهم في الرشاشه بتاعتي. الشويه دول طلعوا في الرشاشه كده لتر ونص بالظبط، هبدا ان انا اكمل عليهم لتر ونص كمان، يعني هحط بنسبه واحد محلول مركز وواحد ميه ساده. اللتر ونص هكمل عليهم لتر ونص لحد 3 لتر. زي ما احنا شايفين كده انا كملت لحد 3 لتر، يعني انا حطيت لتر ونص ميه ساده على اللتر ونص محلول مركز اللي طلع معايا بعد التصفيه. هنبدا ناخد المحلول ده ونرش بيه النباتات بتاعتنا زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله مع بعض. زي ما احنا متعودين دايما بنقول نغسل النباتات بتاعتنا كويس واحنا بنرشها عشان الرش والمحلول المغذي يوصل لكل ورقه في النبات. زي ما قلنا ده محلول عالي الفوسفور وفيه نسبة عالية جدا من البوتاسيوم والنيتروجين والمنجنيز والمغنيسيوم والحديد، فهو محلول مغذي بنسبة كبيرة جدا وهيفيد النبات ان شاء الله بدرجة كبيرة، لانه بيحتوي على عناصر غذائية زي ما قلنا مهمة جدا، وفيه عنصر الكبريت كمان زي ما قلنا قبل كده. المحلول ده انا هعمله ان شاء الله مرتين في الشهر، يعني مرة كل اسبوعين مع كل النباتات بتاعتي، ومش مكلف. يعني انا النهاردة اشتغلت بربع كيلو عدس، ربع كيلو ده جبته ب10 جنيه مصري. بعد كده ان شاء الله هشتغل بتمن كيلو، يعني تقريبا الرشة هتكلف معايا 5 جنيه. هو كل الموضوع ان هو بياخد تقريبا 7-8 ساعات على ما المحلول يبرد بعد الغليان، وعشان يبقى محلول مركز وفي كل العناصر الغذائية اللي موجودة في العدس. طبعا اللي بينزل على الارض في التربة ده بالنسبة لي ما عنديش اي مشكلة خالص، زي ما قلنا قبل كده دايما ان اي محلول بيقع من على الاوراق في التربة كده كده الجذور بتاعة النباتات بتبدأ تمتصه وتطلعه تاني للاوراق عشان يستفيد منه النبات اقصى استفادة ان شاء الله. كده انا خلصت رش الطماطم، هبدأ ارش البتنجان والفلفل. كنتم مع فيديو تعليمي من فيديوهات تعليم زراعة الاسطح مع قناتكم اسرار زراعة الاسطح، واشوفكم في فيديوهات تانية على خير باذن الله.